والسلام عليكم ورحمة الله حبايب، ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا الفيديو بتكلم عن الكتاكيت، كتاكيت الديك الرومي بعمر اسبوع ونص او اكتر. صراحة الكتاكيت اللي عندي انا، كنت انا يعني اول ما فجست صورت الفيديو، بعد 3 أو 4 أيام نزلت الفيديو، ونفس الكلام لما فرجيتكم ايش نسوي في اول يوم لإله، وهي اللي هو الاسبوع او اسبوع ونص ايش نسوي فيهم. صراحة هلقيت كله هيبين معاكم، وحنشوف ايش نسوي على اساس ان انتم تخلوا الدورة مستمرة وما ينفقش منكم ولا كتكوت. معانا اللي هو ضيف جديد، هو صراحة له اكتر من شهر بستنى الفوج هذا على اساس ان هو يشتري من عندي جوزين اللي هو الرومي. فاليوم معانا هو محمود عبد العال، فان شاء الله بدنا نسوي مع بعض انا وياه حلقة وننزلها ان شاء الله اليوم. قبل ما نروح نسوي اي حاجة، يا ريت لو اول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس ليصلك كل جديد. حبايبي تنسوناش في اللايك، اللايك اهم حاجة يا جماعة الخير. حبايبي زي ما انتم شايفين هذه هي الرومية اللي فقست معانا وكتاكيتها، بسم الله ما شاء الله، بس هي راكبة عليهم. صراحة احنا غيرنا الفرش لإلها وغيرنا اللي هي الموية تبعتها، وحطينا زي ما قلت لكم الثلاث بيضات تحت الرومية الثانية على اساس ان هي تفقس معاها. فما شاء الله فقست اثنين، والثالثة البيضة الثالثة اللي حطيتها معاكم مش عارف ايش، يبدو انه هو لسه الجنين جوا مش مكتمل، او انا حطيتها بقى يعني مش عارف صراحة. فبدي اسيبها كمان يومين نشوف ايش نسوي. صراحة هلقيت بدنا نبدا انه احنا نطعميهم، والتحصينة تبعتنا هتكون كالاتي، اللي هو بيض مسلوق مع العلفة، على اساس انه ايش مناعتهم بتكون ضعيفة في اول ايامهم، بتحسن عندهم المناعة وبتديهم وزن وبتقويهم وبتخليهم بسم الله ما شاء الله يتخطوا كل الامراض وكل الحاجات والبلاوي هذه. اديني يا محمود، اديني البيضة واديني هذه، اديني شو اسمها هذه الاكالة. زي ما شايفين اول ما انا حطيت الكيس هذا اجوا ان هم بدهم ياكلوا. طبعا معانا بيضه زي ما انتم شايفين، قشرها يا محمود. العلف يا جماعه الخير كالاتي، اللي هو علف نمره واحد. في كتير سالوني شو علف نمره واحد، مش عارف عندكم ايش بنحكي عندكم، مش عارف صراحة ممكن عندكم اسمه بادي، صراحة مش عارف شو هو اسمه عندكم، بس عنا احنا بنسميه علف. تمام، بنسميه علف عنا. زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت انه هو الكتاكيت حتكون لسه مش متجاوبة معاكم في الاكل والشرب، وامها هتقف انه هي تعلمها، وهي هي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بدت ان هي تتجاوب، صارت تاكل وتشرب ولا في اي مشكله. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. احنا هلقيت حنحط العلف ونجيب البيضه اللي معانا، بصراحه النص رشط يعني رشط فيها رشط يعني. تمام، هنفغصها مع العلف زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. صراحة اجتني كمية تعليقات بالفيديو اللي قبل يعني بسم الله ما شاء الله، والتعليقات يعني انا حاسس انه التعليقات هي هي يعني نفس السؤال ونفس الجواب. فانا اعتذر، انا بقترح عليكم انه انتم تحضروا الفيديو للاخر وبعدين انه انتم بتقدروا تعلقوا. تمام، لانه هتلاقوا كل اسئلتكم موجودة، كل حاجة انت هتسألها هتلاقيها موجودة في الفيديو. احضر الفيديو للآخر وبعدين انت بتعلق او بتضيف لمستك السحرية تبعتك او سؤالك. تمام، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله احنا حطيناهم البيض،
هلقيت لو تعبوا معنا وصار معاهم اللي هو الله يعزكم سهال، بنقدر انه احنا نضيف اللي هو البطاطا المسلوقة او البطاطس. وصراحة يزوني قالوا لي شو البطاطس وشو البطاطا، هي كلمة واحدة، هي الاشي واحد اللي هو البطاطا، بس في كل دولة بتختلف الاسم، بطاطس البطاطا، كل دولة بتختلف عن التانية. تمام. طبعا سألوني المتابعين على اللي هو الفتيان الشبابي عندي، زي ما انتم شايفين هو هاي هم بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كبرانين بسم الله ما شاء الله، مرعرعين، ليش؟ اهتمام ونظافة والاكل بانتظام وكل حاجة 100% بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين هذا هي الشبابي اللي انتم سألتوني عنها، اللي هو الفتياني اللي هو يعني لسه صغير، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله متحسنين. وانا دير بالكم هلقيت انا رفعت عنهم اللي هو العلفة، صرت احط لهم علفة بكمية قليلة وخليت تركيزي على الحبوب، لانه شوية انا الماديات عندي ضعيفة، ان شاء الله ربنا هيك يرزقنا ويرزقكم. طبعا قلت لكم انه الديك دير بالكم، يعني دير بالكم منه لحسا يقتل الكتاكيت عندكم. صراحة انا قلت لكم ان انا قاسم البيت ومش حاطط الكتاكيت عند اللي هي الديك، انا حاطه في بيت تاني، وان شاء الله خير نروح نشوف الشاب اللي عندي على اساس انه احنا نقسم له الروم اللي بدنا نبيع له اياه. صراحة الرومي يعني انا قلت له دير بالك عليه لانه ماليش خطر ابيع، بس الحمد لله عشان الماديات، فنسأل الله انه يكرمنا ويكرمكم يا رب. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين هذه هي الاكل، اكلوا البيض كله وضايل اللي هو العلفة بسم الله ما شاء الله. صراحة قالوا لي قبل هيك احنا عنا الرومي بنحط له البيض وبنحط له العلفة، بياكل البيض وبسيب العلفة. تمام هيو زي ما انتم شايفين اكل البيض وساب العلفة. تمام، بس انا مش هحط لهم بيض غير بعد يومين او ثلاثة ايام. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين انا كل خطوة بعملها بتكونوا انتوا معايا، يعني هيني بدي ابيع من الكتاكيت انتوا معايا، بدي اعمل شغلة انتوا معايا، كل حاجة انتوا معايا. ليش؟ عشان ما تجيش تقول لي وين الكتاكيت وين الرومي وايش سويت في الكذا كذا، ايش سويت في وعملت في الكذا كذا. زي ما انتم شايفين انا بدقق انه انا ايش بسوي اعملها معاكو خطوة بخطوة. تمام. طب لقيت يا عم ابو ادم كيف بدي اربيهم وين بدي احطهم؟ ايش المتطلبات اللي بدهم اياها؟ تمام هلقيتها انت حنقي لك اياهم احنا على طلبك، ذكرين وانتيتين. تمام، انت بتقدر انت لو في عندك بيت زي هذا او بيت اصغر منه لانه عندك الكتاكيت صغار لسه، او الافضل انه انت تجيب كرتونه يعني ابو 20 متر ب 30 متر صغيره يعني. تمام 20 سنتي ب 30 سنتي. تمام، وخليها تكون كيف فيها اللي هو النجاره او اللي هو انا احط لك الجيتا اللي زي هذا تبن. تمام تمام، وانت بتجيب لمبه اللي هي 100، بس ارفعها شوي عن البيت على اساس انه خلي الحراره 38. تمام، وحاول تخلي الاكل والشرب بنظام، يعني الصبح فتره وفي الليل فتره. تمام، وبنفس الوقت انت ضيف اللي هو البيض، انا هلقيت ضفت لهم بيض، بس انت برضو بدك تضيف بيض عندك. تمام، واي حاجة انت بتعوزها، اي حاجة بتصير معك كلمني او شعرني وانا هرد عليك. تمام، فهلقيت جيب لي كرتونة تبعتك عشان نشوف لك ايش نجيب. وين كرتونتك؟ فوق. صحيح انت قصير بطلش هاي. تم امسكها. طيب تم، احنا يا جماعة الخير حنقيله معاكو، حنجيب الكيس هذا نعمل هيك شوي عشان يطلعوا. عشان يجونا، عشان احنا مش هنقدر نجيبهم. شايفين كيف انا معلمهم بس اخرخش يجوا. تمام، ايه حنقيله اللي هو دكرين وانتيتين. ايه هذه انتايا تقريبا
بس انا بدي اديله هذه اللي فقست البيض، البيضه مع البيضه الثانيه هياكي اللي فقست بعديها. تمام، بدنا نديله الهودا كريم. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الراس عريض، الراس عريض زي ما قلت لكم خميله. تمام، بدنا نديله اللي هو هذا، وحنديله كمان ذكر وانتيتين. تمام، صراحة عم بيحكوا صف وصفين، الصف بيكون ذكر والصفين بيكونوا انتاية، فمش عارف صراحة، بس أنا عندي أنا بعرفها من الراس، فلعله خير إن شاء الله. بدنا نجيب كمان انتيتين، أها امسك هاي انتاية، نجيب لك الانتاية الوافية هديكي، هذي بديش اديك اياها لانها شوية، نجيب لك الانتاية الوافية. ايه الانتاية قلقت على على اساس ان ولادها نازلين بصوصوا. صراحة هم بغلبوا شوية. تعال يا ابن الحلال، تعال طبعا بتكون برضو من مميزاتها انه هي بتكون نورية وبتقعد تصوت كمان. لا هذا ذكر، نجيب لك انتاية تكون هيك حنونة زي امها. انا مش عارف يا جماعة الخير، امسك تعال يا ابن الحلال. تمام تمام امسك اشوف. زي ما شايفين يا جماعة الخير، هذا هم اللي هم المشتريات تبعونا، اللي هو الله يبارك له فيهم ويحط له البركة يا رب هيك، ويشوف خيرهم ان شاء الله. زي ما شايفين هاي اللي تبقى معانا، وصراحة في كمان واحد قال لي بدي اشتري، بس صراحة مش عارف ايش قصته، فان شاء الله خير. انا اللي خاطر اخليهم لاني حقدر ان انا اطعميهم هدول، لانه هم اربعة خف الحمل علي شوية، قصدين الله ان شاء الله. حبايبي بديش اطول عليكم اكتر من هيك، انا صراحة جيتكم بالفيديو هذا على اساس انه احنا نفرجيكم احنا ايش سوينا في الكتاكيت اللي عنا، عشان ما ترجعوش تقولولنا وين الكتاكيت او ايش صار فيهم وايش عملت فيهم. فهيهم زي ما انتم شايفين كله قدام عينيكو بصير وبتم، وزي ما انتم شايفين. تمام، طبعا نتمنى لاخونا محمود عبد العال ان شاء الله هيك، نتمنى له ان هم يكونوا باحسن صحة عنده، وربنا هيك يعوضوا عوض خير، يتموا عنده ويكبروا وربنا يرزقوا فيهم ويتكاثروا عنده. تمام حبايبي، بديش اطول عليكم، بهيك احنا بنكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو تسلخوا لايك، ولو اول مره بتفوتوا قناتي يا ريت تعملوا سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس ليصلكم كل جديد. حبايبي مروش عليكم يوم من غير ابتسامه، اكثروا من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفروه يستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ما فرجيه فرجيه بابا.